اهلا بكم مع المراجعة على الوحدة الرابعة والخامسة والستة من كتاب جيم للصف الثالث الاعدادي. هنلاقي في المراجعة موضوعات في منتهى الجمال، يعني على هنا موضوعات قراءة ذا نوبل برايز، وات اباوت الفريد نوبل، وات ار ذا نوبل برايز فور. وعرفنا ان هنا اختراعات وبيتكلم على الاذكياء وعلى الكتب العلمية والإنجازات اللي بيحققوها اللي بيحصلوا على جائزة نوبل. نيجي بعد كده بيتكلم على مصطفى مشرفة وزي الراجل ده حاجة حلوة جدا، والناس يعني يعرفوا أهمية هذا الرجل. وبعد كده بيتكلم على موضوع الاستنتاج في عندما أكون متأكد، يعني ماست بي عندما أكون متأكدين من شيء في المضارع، كانت بي إن متأكدين مش هيحصل ده، لم يحدث الشيء ده، مايت لما يكون احتمال ضعيف في المضارع أو المستقبل، يعني هنا I am not sure. نيجي بقى كده نعبر عن التأكد وعدم التأكد، I am sure والسبجكت وإز وآر وكانت بي وماست بي I am not sure و perhaps و subject will والفعل في المصدر. بعد كده بيتكلم على استخدام could و couldn't، الاستطاعة في الماضي وعدم الاستطاعة، ويساويهم am و is و are، able to والفعل في المصدر، ونفي was wasn't where weren't، وطبعا بيتكلم إضافات further more و in addition to plus the verb ing، ونلاقي كلمات في غاية الأهمية على الدرس. بعد كده بيتكلم على الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. الأفعال المتعدية لها مفعول مباشر، وبعض الأفعال المتعدية لها أيضا مفعول غير مباشر، مفعول ثاني. يعني مقول علي sent me an email، سمير bought me a present. بعد كده ألي sent an email to me، سمير bought a present for me. لو جملة عادية طبعا فعل ايه لازم، لم يأخذ مفعول مباشر، واكتب مع جملة the baby is sleeping، ده هي فاعل و is sleeping فاعل. we left early in the morning. بعد كده التأكيد على فكرة معينة emphasizing point، you must remember to الفعل في المصدر، you must remember that، don't forget to، don't forget that، it is necessary، it is important to، ممكن it is essential. نيجي بقى الامتحانات، نقرا يا جماعة المحادثة مرة واتنين وتلاتة. تتكلم مع الدكتور مصطفى مشرف، بقول له هنا آدم and فارس are talking about دكتور ألي مصطفى مشرف. هاي فارس، what are you doing؟ بتعمل ايه يا فارس؟ الله، I am reading about دكتور ألي مصطفى مشرف. راح رد عليه له what does it say؟ بتقول ايه، بتتكلم عن ايه؟ قال له الدكتور مصطفى مشرف was able to work out some really difficult problems in math and science. راجل بيحل مسائل حسابية ويحل مشاكل في الرياضة والعلوم. قال له that's interesting، شيء عظيم. what else does the article say؟ طبعا رد عليه it says that here، it says here that he was the first Egyptian to become a doctor of science، أول دكتور في العلوم. قال له that's great، a great achievement، إنجاز عظيم جدا. What do you think about that؟ قال له I am not sure but he was definitely really smart. قال له I don't know but I am sure he was very intelligent. I agree we should do our best to be like him. طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. نيجي بعد كده على المواقف. Your mother asks you how you did on your English exam. Express certainty.
طبعا والدتك بتسألك عليه، ما عملتش امتحان انجليزي وانت متأكد؟ اكسبريس سيرتينتي، عبر بالتأكيد يا جماعة. انا معبر بالتأكيد اقول اي ام شور، اي ام شور اي باست، انا متأكد اني هنجح. الجملة التانية، يور فريند اسك يو اف يو ميت ذا رايتر هو فيزيتد يور سكول لاست ويك. اقول له اي كودنت ميت هيم بيكوز اي ووز ايل، ما عرفتش اقابله عشان كنت مريض. يو ار ان ا بيزي ستريت، انت في شارع مزدحم جدا. With your younger brother, you advise him. هو بينصحك not to walk too close to the road. ما تمشيش في الشارع ده عشان الشارع مقفول. يبقى you must remember not to walk too close to the road. You must remember، يجب أن تتذكر. طبعا نصيحة يا جماعة. بعد ما نقرأ القطعة نلاقي على أسئلة، نعرف why، لماذا بنسأل بيه عن السبب، why don't you، ولم لا، what problems do you. بعد ما نقراها هنلاقي الإجابات موجودة في القطعة. يعني أول واحدة مثلا، there is a hotel where all the work is done by robots. والتانية، because a computer in the door will recognize you. والتالتة، if there is a problem with electricity، في مشاكل في الكهرباء، or a robot box. طبعا كده الاختيارات باينة لك. نيجي بعد كده على القصة، قصة بلاك بيوتي. جون مانلي was سكواير جوردنز هيلبر، هو المساعد بتاع سكواير جوردن. طب بلاك بيوتي طبعا سيفد سكواير جوردن فروم ذا بروكن بريدج، انقذه من الكوبري المكسور. طب جينجر began to respect square جوردن، بدأت تحترم سكوير جوردن. طب ماري ليجز wanted to teach the boys a lesson about horses. نيجي بعد كده الأسئلة عن القصة، what made black beauty's journey with square جوردن and John difficult. الرحلة صعبة يا جماعة ليه؟ The weather was very rainy and windy، كان يعني الجو كله مليء بالأمطار والرياح. The fields were flooded، كان يعني الحقول كلها ايه، فيضان، امواج وفيضان. What happened at the bridge، اللي حصل على الكوبري. طبعا they realized that the bridge was broken and they could not cross it. عرفوا ان الكوبري مكسور عشان كده ما عندهوش. Who started the fire at the stables؟ مين اللي أشعل النار في الاستابل؟ طبعا ذا يانج ريدر هو سموكد ذا سيجاريت، كان بيدخن سيجارة. Why do you think that John was able to take the horses from the burning stables؟ ليه جون قادر إنه يخرج الحصنة؟ ليه؟ معروف جون يا جماعة was very calm، كان هادئ جدا، شاب هادئ. So the horses stopped feeling annoyed، عشان كده محسوش بضيقة من ناحية جون مانلي. بعد كده why do you think that moving horses when there is a fire is a fire is very hard؟ ليه لما يجي نحرك الحصنة في النار بيبقى صعب جدا؟ ليه؟ أولا horses يا جماعة are frightened، كانوا مرعوبين جدا، by fire and you don't want to move، ومش عاوزين يتحركوا. نيجي بعد كده على تشوز، طبعا الاسم مهم شوية، الفعل المتعدي والفعل اللازم. I give not the message، I give my sister the message. There is a lot of traffic today، we be late، طبعا مايت احتمال. The math homework was very difficult to wear you، معروف where you able to do. It is essential، من الضروري، to take your passport when you go to another country. Ola is always hard working، she will do very well in her exams. There are 8 planets that go around the sun. يجي بعد كده على السؤال الرايت، I couldn't،
معروف كود بتسوي ووز او وير ايبل تو والفعل في المصدر عشان ماضي. طب كودنت، يبقى كودنت يبقى بيساويها اما ووزنت اما ويرنت. هنا بقول اي كودنت فايند ذا بين ذات يو لوست، يبقى الاجابه اي ووزنت ايبل تو فايند ذا بين ذات يو لوست. Perhaps I will wear a jacket today. I am not sure. طبعا يبقى هنا I might wear a jacket today. I am not sure. شلنا perhaps ربما will، قلنا I might wear. عادل might visit us tomorrow. قالك I am not sure. يبقى I am not sure if عادل will visit us tomorrow. نيجي على الامتحان اللي بعديه نفس الطريقة، بيتكلم على الدكتور مصطفى مشرف. بوت وات ار يو دوينج؟ قال له اي ام ريدينج ا بوك اباوت دكتور مصطفى مشرف. وات داز ات سي؟ هنا الجديد بقى بيقولوا هي ووز اونلي 16، يبقى هاو اولد هي، هاو اولد ووز هي ذن. قال له ذاتس انترستنج. من شروط المحادثه نقراها مره واثنين وثلاثه. نيجي على الموقف هنا يا جماعه، يور سيستر از انترينج ا كومبيتيشن، أختك دخلت مسابقة. You want to emphasize that she must practice hard. Emphasize يا جماعة نأكد، أول ما نشوف emphasize يبقى أنت متأكد. طيب هنا emphasize بيسويها إيه؟ إما أقول I am sure، it is necessary، it must be. فهنا أقول it is necessary for you to practice hard، من الضروري إنك تمرني بجد وتعملي كل مجهودك. Your teacher asks you about your habits before doing to bed. مدرسك بيسألك ما هي العادات بتاعتك قبل ما تنام. أقول له مثلا إيه؟ I wash my face and I brush my teeth. أقول له I watch TV، بحب أتفرج على التلفزيون، فرصة مرعبة ذلك. I brush my teeth. You are asked، أنت اتسألت. About the museum, express certainty that is far from here. أكد إن المتحف مش بعيد هنا. يبقى I am sure that the museum is far from here. خلي بالكو express certainty. I am sure that. بعد كده القطعة والأسئلة عليها نفس الطريقة، وهنلاقي الإجابات قدامكم اهوت. نيجي بعد كده على القصة. The man with the lantern، الشخص اللي كان معاه فانوس ده. Looked worried and frightened the horses more. Ginger معروف وsaved from the fire، طبعا اتنجب من النار. طب Black Beauty saved Square Gordon from the broken bridge، انقذ طبعا Square Gordon من الكوبري المكسور. طب John Manly was Square Gordon's helper، كان مساعد Square Gordon. هنلاقي الأسئلة دي متكررة قبل كده. مين اللي قاش عن النار في الإسطبل؟ ذا يانج ريدر. طب وات ووز رونج ويز ذا بريدج؟ طبعا ات ووز بروكن إن ذا ميدل. يبقى في أسئلة يا جماعة متكررة. طب هنا هاو ديد جوردن فيل وين هي فاوند أوت ذا بريدج ووز بروكن؟ طبعا كيف كان شعوره لما اتنقص من الكوبري؟ هي ووز هابي طبعا، بيكوز طبعا هنا ايه، هي ووز هابي and thank Black Beauty، شكرا Black Beauty. Why do you think that John was able to take the horse from a burning stable؟ قلنا ليه؟ Because he was calm and spoke to them nicely or kindly. Why do you think that horses wanted to stay in the stable although there was a fire؟ ليه الحصان كانت عاوزة تقعد في الاستابل على الرغم ان في نار؟ Because they were afraid and didn't know where to go، مش عارفين يروحوا فين. نيجي بعد كده how many، معروف how many بعدها اسم جامع وعد. how many planets that go around the sun؟ قالي ماي sent me a letter. the scientist won an award from discovering a new medicine. The English homework was very difficult. Were you، معروف were you able to do، إيه أو an expert يعني خبير، is a person who has very special skills. There is
a lot of traffic today. We might be late. Perhaps قلنا بتساوي might. Perhaps عادل is at school. يبقى عادل might be at school. Couldn't. علي wasn't be able to finish his homework yesterday. يبقى علي couldn't finish his homework yesterday. قلنا wasn't able to بيساوي couldn't. Did you buy هدى that camera؟ قال لك for هدى، يبقى did you buy that camera for هدى. إن شاء الله رب يكون الفيديو عجبكم وبإذن الله يتم المشاركة عليه. آسف جدا عشان عندي برد، بس انتوا عاوزين مراجعات وطالبين مني مراجعات على النت، فأنا وعدتكم وانزلكم مراجعات. See you soon مستر هشام. Good boy.